هنروح مع حضراتكم الموضوع تاني. إنجاز استثنائي يحسب لي مجامع اللغة العربية بعد ما اجتمعوا وقرروا أن هم يحيوا حلم المعجم التاريخي للغة العربية، وفعلا ظهر للنور وبقى عبارة عن 17 جزء شفناهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب. إيه حكاية وقصة المعجم التاريخي؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور محمد صافي المستغني، المدير التنفيذي للمعجم التاريخي، والموجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير وأسعد الله أوقاتكم. يا اهلا بحضرتك. بكل تاكيد هو انجاز مهم للعرب وللمسلمين في كل انحاء العالم ومر بمراحل كتيره، لكن عايزين نعرف ايه الفرق ما بين هذا المعجم التاريخي وباقي المعاجم اللي احنا عارفينها. بارك الله فيكم اولا على الاستضافه، ونثمن جهودكم الطيبه، وندعو للولد ولوالديه ايضا بان يخرج سالما. كنت اسمعوا هذا الحوار الطيب. في الوقت نفسه المعجم التاريخي للغة العربية هو الحلم الأكبر والمشروع الأعظم للغة العربية، وهذا المعجم أشرح حقيقته حتى يتبين الفرق بينه وبين سائر المعاجم. هذا المعجم يا أستاذ محمد يتتبع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية منذ ما قبل الجاهلية إلى العصر الحديث، بمعنى هو يترصد سيرورة وحركة الألفاظ. من أول من استعملها مثلا ما قبل الإسلام؟ هل هذا اللفظ استعمل في العصر الإسلامي أم لا؟ هل ورد في القرآن الكريم؟ هل جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تطور هذا اللفظ عبر القرون الموالية في العصر الأموي، فالعباسي، فالعثماني، عظيم، فعصر الدويلات في العصر الحديث؟ كما تعرفون لا يخفى عليكم اللغة العربية واسعة عميقة ثرية غنية، فالفرق الجوهري بين مثلا هذا المعجم ولسان العرب أن الإمام ابن منظور يعني كان يشرح الكلمات وقد يأتي ببعض الأمثلة والشواهد، أما نحن في هذا المعجم التاريخي الذي تشارك فيه المجامع اللغوية حوالي لدينا 11 مجمعا، ومصر في الطليعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هذا المعجم يتتبع تاريخ الألفاظ، بمعنى كيف نطق بهذا اللفظ امرؤ القيس في أي بيت ورد، كيف نطق به عنترة بن شداد بأي معنى في العصر الأموي، وهكذا ونمشي مع الألفاظ والمتغيرات التي طرأت عليها خلال هذه العصور كمان. نعم، خصوصا التغيرات، هذا من باب التطور الدلالي، قد يكون تطورا إلى أعلى وقد يكون إلى أدنى، قد يكون اللفظ مرصودا في جميع العصور فهذا دليل على رفضه واستعماله، قد ينقرض لفظ ما، فلذلك هذا المعجم يعطيك التواريخ ويعطيك المادة اللغوية أين وردت في أي سياق، فهذا عبارة عن ذاكرة اللغة العربية. والحمد لله لو ده توفيق الله سبحانه وتعالى للمجامع عن طريق كما لا يخفى عليكم جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، الذي صمم وخطط ووضع جهدا كبيرا بالمال والمتابعة لإنجاز هذا المشروع، طبعا تحت راية اتحاد المجامع اللغوية التي يقع مقرها في 6 أكتوبر في القاهرة. صحيح دكتور محمد، لكن عايز أسأل حضرتك عن معاني الكلمات المختلفة ما بين الدول العربية، إزاي تغلبتم على ده في هذا المعجم؟ أستاذة هدير حفظك الله، نحن الآن ما زلنا نؤرخ للغة الفصيحة. اللغة الفصيحة هي ملك للجميع وهي مشتركة، كما تفضلت قد تكون هناك كلمات بين دولة وأخرى، بين المغرب والمشرق، هذا يكون في العاميات على وجه الخصوص. أما اللغة العربية المشتركة التي أنزل الله بها القرآن فكلنا يعني نتفق حولها، إلا أن ثمة بعض الترجمات المختلفة. مثلا في المشرق عندنا نقول اللسانيات، في الجزائر والمغرب ويقولون الألسنية، هذه مصطلحات معربة، بعضهم عربها هكذا وآخرون عربوها بطريقة أخرى، فنحن نذكر الجميع لأن هذا المعجم معجم الأمة كلها، فنذكر المصطلحات بأنواعها. أما إن جئت إلى العامية وقلنا لفظ العافية هي الصحة والسلامة، وهذا اللفظ بالمغرب يعني النار العافية، نحن لا نتطرق لهذا الآن لأن هذا من اللهجة العامية أختي الفاضلة.
طيب دكتور، احنا بنتكلم في حاجة تعتبر أهم ما حدث للغة العربية منذ أكثر من حوالي 500 سنة، فعايزين نعرف الجهد اللي تم حتى نصل إلى وجود معجم تاريخي بهذا الشكل. زي ما حضرتك قلت إن في مجامع كتيرة اشتركت فيه، فعايزين نعرف دور كل مجمع كمان فيه. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أولا الذي يقود العمل هو مجمعان اثنان، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع اللغة العربية بالشارقة. المجمع في القاهرة فيه التخطيط العلمي، لأن مجمع القاهرة كما لا يخفى عليكم توالى عليه ويعني توالى عليه عدد من كبار علماء اللغة، أمثال طه حسين وأمثال دكتور شوقي ضيف والدكتور كمال بشر والدكتور فاروق شوشة، إلى الآن الدكتور حسن الشافعي والدكتور صلاح فضل وكذا. فهذا المجمع فيه علماء بالمعجميات، فخططوا طبعا بالتشاور مع العلماء الآخرين ووضعوا المنهج. الشارقة ماذا فعلت؟ نحن الحمد لله وفقنا الله عن طريق حاكم الشارقة إلى الجانب المادي والتنسيقي، بحيث كونت مدونة لغوية محوسبة وضعنا فيها آلاف المجلدات والكتب، يعني أمهات كتب اللغة التي تعرفها وتخطر على بالك في اللغة، في الأدب، في الشعر، في التفسير، في الفقه، هي موجودة بالمدونة إلى العصر الحديث. روايات محمود نجيب محفوظ وروايات أحلام مستغانمي موجودة أيضا. لماذا؟ لأننا نريد أن نقيس اللغة من ما قبل الإسلام إلى العصر الحديث. واللغة كما تعرف هي اللغة الفصيحة العالية واللغة المتوسطة المستعملة، فنحن نقيس هذه اللغة. ثانيا، بعد حوسبتها ومعالجتها تم تدريب المجامع الأخرى، يعني عندنا مجمع اللغة العربية في الأردن والمجمع اللغة العربية في الخرطوم، وعندنا مكتب تنسيق التعريف بالرباط، مجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، مجلس اللسان في موريتانيا. الحمد لله، الحمد لله، كما تفضلت هو أكبر مشروع، لأن الله وحد قلوب العرب، والعرب لديهم خير كبير وعلماء جهابذة وفطاحل، نحتاج إلى فقط مزيد من التنسيق. هذا الذي وفقنا الله إليه، وبالتالي تم تدريب الفرق وبدأت الجهود، وها أنتم أولئك في معرض الشارقة الماضي ومعرض القاهرة اليوم، جزاكم الله خيرا، رأيتم 17 مجلدا لخمسة أحرف، وما سيأتي عدد كبير. أنا يعني مشرف الحمد لله على هذا المشروع مع الدكتور مأمون وجيه في القاهرة، والله ما سيأتي سيكون ثورة في المعجميات، مادة عظيمة تقدم للعربي، للمذيع، للمثقف، للعلماء في كل مكان. والحمد لله العربية بخير، ومصيرها ومستقبلها واعد ومشرف بإذن الله. صحيح دكتور محمد، لكن ازاي شايف المشاركات في المعارض دي، سواء معرض الشارقة او معرض القاهرة الدولي للكتاب، في مسألة تعزيز اللغة العربية وإيصالها بالطريقة الصحيحة للأجيال الصغيرة؟ جميل جدا. أنا قبل خمسة أيام كنت في القاهرة ما شاء الله، ولقيت كل ترحاب وود وكرم، رأيت ذلك العرس الثقافي العظيم وذلك المهرجان اللغوي الكبير، رأيت الناس ينصبون صبا خصوصا من الشباب على تلك المكتبات وتلك الدور، كان معرضا ناجحا جدا. أنا شخصيا يعني متفائل جدا، العربية بخير، والكتب الآن التي تطبع والحمد لله في ثوب أنيق جميل بهي ماتع جاذب، يعني الآن الحاسوب سهل، الإنترنت الشابكة يعني أفادتنا كثيرا. العربية الآن تعود إلى أوجها وإلى ازدهارها، وما الإقبال الذي لاحظناه، شباب في زهرة الشباب، يعني زهرة الفتوة، كانوا يقبلون على شراء المجلدات والكتب الجديدة ويتساءلون وما الفرق بين هذه الطبعة وتلك. عظيم. والله ما رأيناه يغمر بالسعادة، وأنا دائما العربية بخير، لكن فقط البيت العربي والأسرة العربية بحاجة إلى أن يشجعوا أبنائهم. طبعا. الحمد لله حكوماتنا، حكومة مصر تشجع، حكومة الإمارات تشجع، الدول العربية كلها تشجع على القراءة وعلى العلم، تحتاج إلى المعلم المثقف الهادي. كل الشكر لحضرتك يا دكتور محمد طبعا على هذا المجهود، ونشكرك طبعا على هذه المداخلة دكتور محمد صافي المستغانمي المدير التنفيذي للمعجم التاريخي، شكرا جزيلا لك.